هنروح لزميلنا فاروق صلاح لقاء مع مروان عطيه ونرجع نكمل كلام. ماشي بس هي دي الكره دي سريعه بس. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق يانج افريكانز بهدف مقابل لا شيء وتصدر النادي الاهلي لهذه المجموعه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مروان عطيه. من اول يوم لي في النادي الاهلي في التدريب في المعسكر في المباريات هو مروان بجديته بتركيزه لاعب وضع هدف واهداف كتير ليه جدا مع النادي الاهلي بيحققها باهداف بجديته وحماسه اللي موجود دايما في التدريبات في المباريات. مروان برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي ومش سهل يا مروان انك تاخد حب وثقه جماهير النادي الاهلي الجهاز الفني. مروان واحد من اللعيبه اللي نال حب وثقه جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني. حبيبي يا فاروق وشكرا على الكلام الحلو ده طبعا واكيد طبعا حاجه كبيره طبعا الواحد كان بيتمناها وطبعا كان وبيحلم بيها ان هو طبعا يبقى حاجه اساسيه في الفرقه وحاجه اساسيه في النادي والجماهير تحبه طبعا ويكون ليه دور في الفريق. والحمد لله يعني الواحد بيحاول يساعد زمايله ويساعد فرقته على قد ما بيقدر وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا اللي في اللي جاي عندنا ماتش نهائي كاس يعني لاعب فرقه كبيره برده نادي الزمالك فريق كبير وهنحترمه وان شاء الله خلاص صفحه وقفلناها ماتش يانج الحمد لله تصدرنا المجموعه وان شاء الله نفكر في ماتش الكاس باذن الله. كان مهم جدا النهارده بعد ما حسمت الصعود ان انا اصعد كاول المجموعه 12 نقطه النادي اللي حققهم بدون هزيمه النادي الاهلي. اعتقد بالنسبه لكم المرحله الجايه مرحله مهمه جدا سواء مباراه الكاس مصر اللي هي مباراه بطوله بالنسبه لك يا مروان وانت عارف ان قيمه هذه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ازاي؟ اكيد طبعا مباراه كبيره ما انا زي ما قلت لك يا فاروق عن لاعب فريق كبير برده نادي الزمالك ليه احترامه وليه تقديره في الملعب وان شاء الله هنستعد بشكل كويس وهنرتب الماتش بشكل كويس وان شاء الله يعني باذن الله نعمل ماتش كبير ماتش يليق باسم الناديين وباسم مصر ان شاء الله. يعني مروان في وسط كوكبه في خط وسط النادي الاهلي بتتكلم على مروان عطيه بنتكلم على امام عاشور على قفشه على السوليه على ديانج على كوكا على كل العناصر الموجوده في خط وسط النادي الاهلي عاملين منافسه شريفه في اي فرد عايز يكون موجود عايز يؤدي 90 دقيقه من اجل اسعاد الجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي. اكيد طبعا والله احنا يعني كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا في ظهر بعض واللي يلعب زي اللي ما بيلعبش كلنا في ظهر بعض اللي بيلعب بي 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 اللي ما بيلعبش بيسنده واللي بيلعب برده حتى اللاعب اللي بره بيسنده فكلنا واحد يعني كلنا بنكمل بعض وكلنا في ظهر بعض وكلنا فرقه واحده يعني كلنا مصلحتنا واحد وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله ونحقق حاجه كويسه باذن الله. مستر كولر بيحبك يا مروان بعيد عن الثقه الراجل بيحبك دايما بيقول لك ايه وبيتكلم معاك في تفاصيل ايه؟ اكيد طبعا يعني المحبه دي من عند ربنا سبحانه وتعالى والقبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى بس اكيد يعني الواحد بينفذ تعليماته وبيأدي المطلوب منه في الملعب والحمد لله الواحد ربنا بيكرم والحمد لله يعني دي دعوات الاب والام الله يرحمهم يعني. اخيرا مباراه الزمالك توعد الجماهير بايه وتقول ايه الجماهير للنادي الاهلي واكيد مستنيين ان الجمهور ومتعودين على الاجواء دي في المباراه الخاصه الخارجيه. لا بقول لهم ان شاء الله يعني خليكم في ظهرنا وخليكم مسندنا كده دايما على طول زي ما عودتونا وان شاء الله نعمل ماتش كبير يليق باسم النادي الاهلي وجماهيره وبمجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني وكل حاجه في النادي يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونسعدكم ان شاء الله وناخد الماتش باذن الله. شكرا يا مروان وبالتوفيق باذن الله في هذه المباراه في اللي جايه باذن الله. حبيبي يا فاروق حبيبي. كابتن ايمن طبعا ده كان لقاءنا مع مروان عطيه لاعب فريق النادي الاهلي والقلب النابض لخط وسط النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.